دبي تعطيك أمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحمه ويزايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. الله مشاهدينا الكرام أو في برنامج لآل الاتحاد باستضافات متميزة وناجحة لشخصيات بارزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. مواصلون قطاع جديد اليوم وشركة متميزة ورائدة، نتحدث عن المعدات الطبية. اليوم شركة هوسبيلاند العالمية للمعدات الطبية من داخل مدينة العين بإمارة أبوظبي. اليوم بضيوف المميزين سوف نتحدث عن تاريخ هذه الشركة والخطوات المتقدمة التي خطتها في هذا المجال. جائحة كورونا، وما أدراك ما جائحة كورونا، وكيف كانت هذه الشركة من بين الشركات الرائدة وأيضا جنود الخفاء خلال هذه الفترة. ضيوفي اليوم من شركة هوسبيلاند العالمية للمعدات الطبية. نبذل الغالي لها دوم ونهب، نحنا شعوب لها نبذل.
أنا اسمي حمد فالح حمد النعيمي. والشركة هذه تأسست في سنة 2004. وبداية تأسيسها كانت الوالد يعني هم أسسنها، وأنا كنت أجي معاه يعني وهذا. وبعدين شغلت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة تقريبا في 3 سنوات. والله بداية الشركة ما في شركة أو مشروع ما يواجه صعوبات في بدايته، وفي المجال الطبي لأن في عندك لازم تبين الموافقات الطبية والأشياء اللي هي تكون للمواصفات الطبية. وشعار الشركة ولا أي مشروع عشان يكون ناجح أهم شيء يكون الأمانة، الالتزام بالمواعيد، الالتزام بالكلمة، والشرف في الشغل. فالشركة بدأت يعني واجهت ضغوطات كثيرة على أساس أنك تلتزم بمواعيدك. في مرات بعض الأمور تواجه مشاكل من الشحن أو من المصانع، تستوي عندها تأخير في الأغراض في الأشياء هذه، فأنت اللي تلتزم كلمتك. لازم تضغط نفسك على أساس أنك تكون قد كلمتك، وأن الكاستمر أو الجهة المعينة اللي بتوجه لها المعدات أو الأشياء هذه تلتزم بالوقت، تجيبها لها في الوقت المحدد. والحمد لله الله يطول عمر الشيوخ وحكامنا ما قصروا يعني، ووايد أمور سهلونا في هذا المجال يعني. معك محمد حسن محمد، مصري الجنسية، بعمل في مؤسسة بلاند العالمية للمعدات الطبية بصفتي مدير إداري عن العمل، مقيم بدولة الإمارات العربية منذ أكثر من 30 عاما. طبعا شركة بلاند العالمية بتتميز بأن وكيلة حصرية لمجموعة من الشركات اللي بنتعامل فيها بسوق الإمارات منذ فترة طويلة. كان اختيارنا الأساس بيعتمد على مدى جودة المنتجات ومدى مساعدتها في مكافحة العدوى، فكان لنا أثر إيجابي خلال فترة عدوى كورونا أو جائحة كورونا. والحمد لله طبعا الشركة استطاعت إن خلال الفترة دي بالرغم من الصعاب اللي قابلتها خلال الفترة اللي فاتت من نقص في البضاعة في الأسواق العالمية، من تغيرات في الأسعار، من بعض الأمور المتعلقة بالشحن من الدول المنتجة، لكن الحمد لله تمكننا أن احنا نوفر كتير من المنتجات اللي استعملوها الأطباء خلال فترة الجائحة. على سبيل المثال القفازات الطبية، الشركة عندها توكيل حصري من شركة ميكسبو انترناشنال، بنورد جلافزات تحت اسم براند نيم بلوزوم براند نيم. طبعا قفازات معروفة بسوق الإمارات، وخلال فترة الجائحة تواجدت في كافة القطاعات الطبية سواء كان حكومة أو كان قطاع خاص. My name is Engineer Muhammad Atik. I am the area manager of Abu Dhabi region. In Hospiland we have different divisions. We have dental equipment, we have medical equipment, we have dental and medical consumables, and we have after sales service. Related to medical equipment, we have different brand names with us. Suppose in dental, we have Sweden with us. Sweden is an Italian manufacturer for dental chair. In sterilization, suppose we have Hanshin with us. Hanshin is a South Korean company specializing in sterilization autoclaves and different equipment. We have also Technogas brand with us. This is also an Italian company. Their specialization is in sterilization, ultrasonic cleaners, bleaching units, these things. Also in hospital and medical furniture, we have Givas brand with us. Givas is an Italian company. Their specialization is mostly in hospital and medical furnitures. We have also another brand name LKL. LKL is a Malaysian company. Their specialization is in furnitures for adult and pediatric both. أنا مهندسة ياسمين، مهندسة ياسمين السحيلي، مهندسة المعدات الطبية بشركة هوسبيلاند الأجهزة والمعدات الطبية. أنا مسؤولة عن منطقة العين، مسؤولة عن توريد وتركيب
تدريب الكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات على استعمال الأجهزة المختلفة، سواء الأجهزة الطبية أو أجهزة عيادات الأسنان، ومسؤولة عن توريد المستهلكات اليومية للعيادات والمراكز والمستشفيات المختلفة في منطقة العين، بحيث أوفر كافة الاحتياجات للكوادر الطبية المختلفة في منطقة العين. الحمد لله استعدينا، طلبنا زدنا كميات الكونتينرات الأشياء اللي محتاجينها اللي هي الديلي يوز، وفي عندنا احنا وكلاء لهم الشركات والمصانع، فبيشاركون في اكسبو وبنكون مشاركين ان شاء الله، لان اكسبو ما يحصل دائما واول مره في الامارات، يعني هذا اكسبو فخر لدولة الامارات، وان شاء الله لازم نكون نبيض وجهنا وعلى اهم يعني على اعلى استعداد. احب اشكر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد الله يطول في عمره، ونائب رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم إمارة دبي، وحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي، وعلى حكام الإمارات وإخوانهم، وعلى الطاقم الطبي اللي في دولة الإمارات والطاقم الأمني اللي تعبوا أثناء الجائحة وبذروا جهد، وعلى جميع اللي كانوا الجنود المخفيين اللي تعبوا واشتغلوا في أثناء الجائحة، يعني ما وفروا شيء، يعني بذروا أقصى جهد لهم. وشكر خاص لتلفزيون سماء العين وخاصة برنامج لآلة الاتحاد على مساهمتهم وتعبهم، والله يوفقكم إن شاء الله. I'm Rayub, basically from India, Kerala, and I'm working here is almost 8 to 10 years to be here, and being the part of here, and regarding my UAE, it's like almost 12 years we completed. I completed here, and part of my educational qualification is what I was saying, like I was completed my BTech degree and comes to know here in UAE. And once I came to here that I was suffering on regarding the marketing and everything. So again, I started studying here on the marketing and MBA, along with I done the finance also. And here I joined on 2014, and being here, happy. Sure, exactly. Actually, I was been started here in UAE on 2008 and to be here, and it's like, this is my third company. Earlier I was being here in Abu Dhabi, and I shifted my career on here in Dubai also. And the last company was here in the retail and marketing field. So it's all around the UAE. It's really what we are, I'm still here, and my proud is like, I'm still here in UAE, and being the part of all, like all happiness, I'm just giving smile to be here. Actually, you know, I was, when my career must started here as an admin in charge, it's like something operational manager, and it comes to the AGM actually. While I start my career,
It's something like I felt when I'm joined here. It's a big. It's like a growing company, and being the part of it, it will becomes to our future also. So, it's joined here and part of the company. Even we are also growing on the behalf of company, and feeling like to be very pleasure to be here. The BCC Group, the special name here in UAE, we need to know more details about what you do exactly, like a service for everyone. Sure, sure. Actually, basically we are doing the manpower supply on construction fields. It's like a civil and MEP works. Along with we are doing the cleaning works and contracting also. Last year also we done that. But after the COVID situation, generally we are not taking over all the contractors. But we're still on the market as one of the best manpower supply here in UAE in the construction field. And many of the remarkable projects we participated. And we are all everywhere in UAE, you know. It's all, whatever, almost all major clients itself, we are working on with them. So our life standards, it's come to be high while we are in the UAE, you know. It's almost all the countries there, how the business starts, it will becomes too difficult. And it's all the process and everything. You know, every day the government is implementing their strategies regarding the business starts, even the promoting the business. It's highly appreciable. It's highly appreciable, and it's a big thanks to all the rulers to be here. And mm-hmm. It's the part of the His Highness Sheikh Zayed also. From your experience in UAE after this period here, what can I say for everyone, for the new generation in business, to encourage him for work? It's something like, see, what we are believing like excellence it's a victory. It is not a skill actually, it's an attitude. And the people are taking about their effort and hard work on the consistency basis, it sure will be comes to the new world with you. Whatever the dream, the UAE also, one of the things, it's really making your dream to be true. That's we are thinking like something. Well, Mr. Amer, UAE, this special country here with the big opportunity for work. What can I say, a message for the all leaders of UAE? It's something like a wordless we have to say. Something like wordless. What we can say, like, you know, I was been visited many countries. I was working in some other countries also. But regarding the UAE, it's something we can say like it's a priceless or wordless. It's a great Sheikh Zayed vision. His Highness vision was being all our dreams to be comes to true. And we still heartily praying all the rulers to be here. And this country makes grow up our standards, living of standards also. It's a big thing. صفوان عبد الرحمن طاهر المعتوق، استشاري جراحة السمنة والأيض وجراحة المناظير. الرحلة بدت يعني قبل حوالي 35 سنة أكثر تقريبا، وفي البداية كانت في العراق، وبعدين تخصصت في البداية بالجراحة العامة، وبعدين مثل ما صار في كل العالم من الجراحة العامة إلى جراحة المناظير، ومن جراحة المناظير إلى جراحة مناظير الجهاز الهضمي،
وبعدين جراحة المناظير الجهاز الهضمي إلى جراحة السمنة. أنا استشاري في جراحة السمنة والمناظير، سابقا في العراق كنت عميد كلية مؤسس لكلية الطب في جامعة ديقار، وبروفيسور في جراحة الجهاز الهضمي من سنة 2000. صارت الظروف العراق صعبة شوية وكل مغرب عليها، فبال 2007 صارت الظروف أنه لازم أترك البلد مع الأسف اضطرارا. والحقيقة ما أخفي عليك، يعني افتريت مكانات كثيرة جدا جدا. طبعا احنا ما ننسى خلفيتنا العربية والإسلامية، صعب أخذ بناتي كانوا صغار، فصعب أنه أروح إلى دولة أوروبية أو أمريكا. فافتريت حوالي 11 دولة عربية، وأول ما جيت الإمارات جدا ارتحت للوضع بالإمارات، وحبيت أبو ظبي بالذات لأنه تركيبتها عائلية أكثر، على الرغم 2007 كانت غير شكل، يعني جيت بال 2007 فاستقريت في أبو ظبي الحمد لله. والحمد لله الحمد لله الظروف في الإمارات كانت ولا تزال ظروف طيبة جدا للاستمرار في طموحاتي وتطوير قدراتي الجراحية. فالحمد لله استمرت المسيرة، وفتحنا مركز جراحة سمنة في مستشفى سابقا كان اسمه النور في أبو ظبي في 2009، والمركز تطور إلى أن صار هسه مركز تميز في جراحة السمنة، والأيض مسجل في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة المراجعة الأمريكية. وأنا حاليا غير كوني استشاري في جراحة السمنة والأيض، وأنا أصلا زميل كلية الجراحية الملكية البريطانية في غلاسكو، وعندي اختصاص في جراحة مناظير من جامعة لويس باستور في ستراسبورغ في فرنسا، وزميل كلية الجراحية الأمريكية في شيكاغو، وفي نفس الوقت أنا محافظ فرع الكلية الأمريكية للجراحين في الإمارات العربية المتحدة اللي افتتحناه في 2013. والحمد لله المسيرة مستمرة. في الإمارات تجربة متميزة جدا، يعني في أبو ظبي أنا أحكي بالذات، أول ما أجيت تفاجأت بإيجابياً بفتشي أنه الكل عندهم تأمين إجباري، صاحب العمل الدولة يعني واجبة عليه أنه يقدم تأمين لائق لموظفينه ولزوجاتهم ولثلاثة من أولادهم إلى أن يصيروا 18 سنة. فهذا معناها كل الناس تقدر تروح للمستشفى وتقدر تأخذ العلاج اللي تستحقه، وهذا طبعاً نوع من أنواع التقدم الصحي. والشيء الآخر على مستوى الجراحين والمستشفيات والأطباء، يعني شغلات كثيرة صارت عندنا هنا في مركزنا. أول مرة مثلاً أول ما استخدمت جهاز الكبس الكهربائي في الشرق الأوسط في مستشفانا، أول مرة يستخدم جهاز الكبس الكهربائي الذكي ذو المايكرو كمبيوتر في خارج شمال أمريكا، مو بس كان في مستشفانا. أول مرة نستخدم جهاز كوي وقص الشرايين 5 مليم لإحدى الشركات الرائدة خارج شمال أمريكا، كان في مستشفانا وكلها عندي موثقة. طبعا هذه ما كانت تصير لو ماكو دعم كبير جدا من الدولة، بحيث هاي الشركات بدل ما تروح في أي دولة عربية أخرى أو في أي مكان آخر تجي تسوي هذا النوع من التسويق تجي تسوي في الإمارات. الأساس أنه الطبيب يكون عنده الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنه في النهاية الطبيب هو ليس رب العالمين، الطبيب هو يقوم بواجبه على أكمل وجه، وإن شاء الله والشفاء في النهاية من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. وإحنا دائما أنا أقول للطلاب أنه طلابي يقولون أنت ليش صعب ويانا بالتدريس وشديد، قلنا انه احنا امانتنا جدا 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 كبيره، احنا امانتنا هي روح المريض او صحته. احنا تشرفنا شرف كبير، المشافي هو الله سبحانه وتعالى، واذا مرضت فهو يشفيني صدق الله العظيم. لكن الله سبحانه وتعالى اوكل علاج الناس الى
بعض المحظوظين من البشر، الأنبياء طبعاً ونزهين والأطباء. وإحنا هذا شرف كبير أنه نشترك بصفة من صفات الأنبياء، وهي أن نكون وكلاء من الله سبحانه وتعالى لشفاء المرضى، وهذا شرف كبير عليه تبعات كثيرة جداً جداً جداً. تبعات هي النزاهة، الأمانة، الإخلاص. الأطباء معروف، واحدة من الشغلات المعروفة عنهم اللي ما يحبوها أصدقائهم أنه وقتهم وقت نومنا. احنا اقل الناس نحضر مناسبات اجتماعيه، واكثر الناس تتخلف عن افراح اصحابنا واحزان اصحابنا، لانه عندنا التزامات مع المرضى اللي هي اعلى الالتزامات. فلازم ما ننسى هذا. احنا في اصعب الحالات المريض يتوقع من عندنا ابتسامه، يتوقع من عندنا نكون موجودين لما يحتاج. وفي المقابل الشعور اللي تحصله انت لما تقدر انه تساهم في شفاء مريض وفي إنقاذ حياة مريض، شعور لا يوصف. أي شيء يمكن يتعوض، لكن صحتك وصحة أولادك وصحة أهلك وحياتهم لا يمكن تتعوض. وتبذل الغالي والنفيس في سبيل من يقدر يساعدك أنه داريها، وهو الطبيب. وهذا شرف كبير، وهذا شرف كبير إن جميعا إحنا. فيا أولادي، يا زملائي، يا تلامذتي، الحرص والأمانة والاجتهاد هما الأساس في نجاح الرسالة، وإن شاء الله في النهاية الهدف الأسمى هو رضا رب العالمين. دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يمل في الحديث عن هذه الدولة التي وفرت طبعا جميع الكفاءات في عدة مجالات، سبل النجاح والطريق السهل لتحقيق هذا النجاح. رسالة حضرتك بروفيسور إلى قادة وشيوخ هذا البلد والقائمين على أمنه وأمانه. والله هذا السؤال صعب جدا أنه يتلخص بكم كلمة وكم سطر وكم دقيقة، لكن يكفي أن نقول أنه أنا أول ما أجيت قبل 14 سنة تقريبا في ظروف صعبة جدا في بلدي كانت في وقتها، قلت أنا جيت أول سنة من عشت هنا، قلت أنا في أحس كأنه في بلدي الثاني. والله أنا هسه أحس كأنه في بلدي وليس في بلدي الثاني. الحفاوة والكرم وحسن المعاملة، سواء من قبل المسؤولين في دوائر الدولة الرسمية أو على مستوى الشيوخ في الله يطول أعمارهم في القرارات الكثيرة اللي تصدر بحق المقيمين في الدولة، أو الشعب، الناس بالشارع وبالسوق وبالعيادة. يعني أنا ما أنسى أنه قبل سنتين أو ثلاثة، يمكن الله يطول عمره أبو خالد الشيخ محمد بن زايد، في أحد لقاءاته مع مجموعة من الشباب والمسؤولين المواطنين والمقيمين، وكان يحكي على نهوض دولة الإمارات، وقال إحنا برجالنا أو ننهض ونحقق المستحيل. استدركها وقال أنا من أقول برجالنا، أنا ما أقصد بس الإماراتيين، وإنما أقصد الإماراتيين والمقيمين. وبقى كم دقيقة يحشي على دور المقيمين في نهضة البلد. وهذا لما يصدر من شخص في مستوى سموه الشيخ محمد بن زايد، يعبر عن منهاج دولة، وهذا يخليك تحس بأنه أنت هذا مكانك الطبيعي. وهذا بالفعل اللي أنا شخصياً أحس بي في دولة الإمارات. الله إن شاء الله يزيدها ازدهاراً واستقراراً. فشغلات كثيرة مثل ما حكينا عليها قبل شوي. أنت في دولة الإمارات أكو ملاحظة، أنا يعني الحمد لله عايش في مكانات كثيرة في العالم وشايف مكانات كثيرة في العالم، أكو فد حالة خاصة جداً في دولة الإمارات. ما تحس بروحك أنك قريب. أنت من تروح تراجع دائرة بالسوق بالشارع، من تحتاج تطلع وثيقة رسمية، أنت ما تحس بأنه أنت غريب في بلد مو بلدك. ما أدري، أنا هذا الإحساس أبدا ما صار عندي من البدايات أصلا، ولو هسه تعمق بشكل كبير جدا. لكن هذه حالة تخليك تستقر، وأنا واحد من الناس مستقر في 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 دولة الإمارات. ويعني ولو معلومة شخصية، يعني حتى أنا ما مأجر، أنا أخذت سكن اشتريته لأنه أنا متوقع أنه أمضي بقية حياتي هنا في البلد. وهذا قرار ما تتخذه في بلد تحس أنك بغريب أو غير مستقر. دولة الإمارات دولة متميزة، حسها الإنساني قوي جدا، والشيوخ والطول عمارهم والشعب حسهم العربي قوي جدا.
ولذلك يخلينا نحس احنا يعني منتمين، وانا هسه كل حاسس انه منتمي. الله ان شاء الله يطول عمر الشيوخ وان شاء الله يسدد خطاهم في تقدم البلد ويجنب الامارات كل سوء ان شاء الله. Sweedy Cables, 25 years of experience, supplying major national and international projects in more than 40 countries. Sweedy Cables, safe energy. تامر فكري المدير الإقليمي لشركة السويدي للصناعات في أبو ظبي والإمارات، متواجد في شركة السويدي للصناعات من سنة 2004، بقالي 18 سنة بالشركة. استمريت في السويدي لمدة 11 سنة، كنت متواجد في السويدي لمدة 11 سنة في مصر، وبقالي 7 سنين موجود في أبو ظبي. يعني الحمد لله احنا النهارده بنمثل شركه السويدي للصناعات، هي مجموعه كبيره من المصانع والشركات في مصر وفي دول الخليج وشمال افريقيا. انا جزء بمثل جزء السويدي للصناعات في الخليج. شركه السويدي للصناعات بتقوم ببيع وتسويق وتطوير المنتجات الكهربائيه على مستوى الإمارة. احنا مش مستوى الإمارة بس مستوى الإمارات كلها. وكان بالنسبة لنا التطوير تم يعني بالنسبة لي من 7 سنين بس داخل إمارة أبو ظبي. بعض المشاريع الخاصة بشركة أدنوك، كان في لنا الحظ الطيب ان احنا عملنا مدرسة العباسي سكول في الرويس،
قمنا بعمل بعض المشاريع هنا في ابو ظبي زي الادنوك بزنس سنتر في الخلديه. ادنوك بزنس سنتر من المنشات القويه جدا، وردناها الحمد لله كابلات واضاءه. عملنا بعض المشروعات في دبي زي مشروعات في الاكسبو، عملنا في الاكسبو اليو اي بافيليون وكذا وقطر بافيليون كذا مشروع داخل الاكسبو. عملنا برضو الجيت تاور في دبي، مبنى الجيت تاور 3. عملنا اوكتوبوس تاور في دبي. عملنا في ابو ظبي مشاريع الحمد لله كبيره، وردنا كابلات كبيره في ميناء زايد، وردنا في مطار ابو ظبي، وردنا في صرح الشيخ زايد اللي عند المارينا. صرح الشيخ زايد كان شركه مولات بتقوم بالموضوع، واحنا الحمد لله وردنا الكابلات بتاعت كلها. ادنوك الهيد كوارتر كل الاضاءه الخارجيه باللاندسكيب بتاع ادنوك هيد كوارتر الحمد لله احنا اللي قمنا بتوريد واشرفنا على توريد الموضوع بالكامل. والله أقدر أقول حكام دولة الإمارات هم ناس يعني أنا بعتبرهم يعني من أفضل الحكام الموجودين في المنطقة العربية. لكن أنا يعني على مستوى الدولة أنا أشكر حكام الدولة في عامل الأمان رقم واحد. أنا النهاردة لقيت أمان في البلد دي، أنا يعني بجد مبهور بعامل الأمان في البلد. أنا النهاردة بآمن على أولادي إن هم يدخلوا ويخرجوا في أي وقت، يتحركوا بسهولة، ياخدوا قرارات لوحدهم، يتحركوا لوحدهم، يعتمدوا على نفسهم. يعني عامل الأمان عامل مهم جدا. البيئة الاستثمارية طبعا دي حاجة تانية أنا بعتبرها من الحاجات القوية جدا. أنا شايف إن المشاريع ما شاء الله المشاريع الوطنية قائمة وقوية، وفي دعم من الحكومة بشكل قوي للمشاريع، وده بيشجع المستثمرين القطاع الخاص، أو بيشجع المواطنين، أو بيشجع المستثمرين عموما إن هم يصرفوا أو إن هم ينشئوا أو يكبروا مشاريعهم. النهارده لو الدولة ما بتتحركش أكيد القطاع الخاص هيخاف يتحرك، فدي استراتيجية ناجحة. إن هم النهارده في مشروع 50 الحكومة الإماراتية دعمته، مشروع 50 ده 50 مشروع وطني كبير، وده هيدي حافز كبير جدا لكل المشاريع الصغيرة إن هي اللي معطل مشروع لازم هيتحرك فيه، لأن خلاص هيلاقي الدولة نفسها بتدعم، فهيبتدي هو يتحرك هو كمان. لو الدولة حس ان الدولة مش عايزة تعمل مشاريع وطنية، هو اكيد هيخاف ان هو يطلع الـ 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 الاستثمارات بتاعته، ويقول لا انا هحافظ على الوضع الحالي لغاية ما اشوف مشاريع داخل الدولة عشان بناء عليها اتحرك. وده اللي حاصل في دولة الامارات، ان المشاريع ما توقفتش. وانا يعني اثناء جائحة كورونا، عشان برضو يمكن من الكثير من الشركات اتأثرت بجائحة كورونا، احنا الحمد لله على العكس، احنا فترة جائحة كورونا وما بعدها احنا الحمد لله محافظين، بل بالعكس يعني يمكن الاهداف
البيعيه بتاعتنا في فتره كورونا كانت اكبر من فترات العاديه بتاعتنا. التارجت اللي احنا حققناه في فتره كورونا لغايه النهارده يعني بنتكلم باكبر من 40% في الفترات العاديه، على الرغم ان احنا ما بنتعاملش في منتج او منتجات تمس الجائحه في شيء، لا إن لكن كحجم شغل ما توقفش، مشاريع ما توقفتش، الشغل كان مستمر واحنا حققنا اعلى، فالحمد لله ده ما قصرش علينا حاجه، وده يمكن دعم منهم من حكام الدوله في ان هي يعني توصل المشاريع ان لا ما فيش تاثير من الجائحه، ما فيش اي حاجه، الدنيا مكمله، ما فيش اي مشكله. طبعا هذا ايضا جهاز حديث، هو عباره عن موجات مغناطيسيه نستعملها في حالات السلس البول او ضعف العضلات العاصره عند الرجال وعند النساء، وخاصه الرجال بعد عمليات البروستات يصير عندهم ضعف بالعضله اللي تمسك البول، وعند النساء في الحالات الولادات المتكرره يصير ضعف في عضلات الحوض والعضلات العاصره اللي تمسك البول. فهاي الموجات المغناطيسية هي جهاز يكون كمبيوترايز، هاي الموجات تساعد على تقليص العضلات وارتخائها، تقليصها وارتخائها، فالمريض يأخذ 10 إلى 15 جلسة، كل جلسة تطول 20 دقيقة، هذه بتساعد على تقوية هاي العضلات وتمنع الحالات سلس البول. وأيضا نستعمله بالتهابات البروستات المزمنة، وأيضا بين بلفيك سيدروم اللي هو متلازمة آلام الحوض. وبنفس الوقت نعطي مضاد حيوي بالوريد خلال فترة الجلسة، هذه تزود سرعة الدم بالبروستات وتوصل تركيز عالي من المضاد الحيوي للبروستات، ونتائج ممتازة لالتهابات البروستات اللي ما تستفاد من المضادات الحيوية اللي تأخذ عن طريق الفم. طبعا أنا تخرجت من العراق وتعينت معيد في كلية الطب بعد التخرج، وايضا بعثوني التخصص في بعثة من قبل الجامعة في ايرلندا والمملكة المتحدة للتخصص بجراحة المسالك البولية. حصلت على زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية والايرلندية والدولية، وبعدين عملت اختصاص جراحة المسالك البولية من جامعة لندن. اشتغلت في مستشفيات أيرلندا وبريطانيا لمدة 10 سنوات قبل ما انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة. أنا بديت نهاية الثمانينات يعني قريب 1990، وبديت بالقطاع الحكومي أول مرة، وبعدين قررت أفتح خاص لأنه بذاك الوقت كان قليل مراكز طبية في هذا الاختصاص اللي هو جراحة المسالك البولية والتناسلية والعقم. طبعا هذا جهاز حديث نستعمله لعلاج الضعف الجنسي، هو عبارة عن موجات تصادمية يتوجه على القضيب، هذه تساعد انه تفتح الشرايين، تزود تدفق الدم للقضيب، وايضا نستعمله لحالات التليفات اللي يصير بالعضو الذكري اللي نسميها بايرونيز ديزيز، هذه الموجات التصادمية تساعد انه تكسر
الألياف اللي موجودة وتؤدي إلى نتائج ممتازة. بالنسبة للكبار اللي هي مشاكل البروستات، تضخم البروستات، مشاكل سرطانات البروستات، لأن سرطان البروستات ما يعطي أعراض إلا يكون متقدم جدا، فإحنا ننصح الناس بعد سن 45 إلى سن 50 لازم ينفحصون سنويا على الأقل مرة، واللي عنده family history أو تاريخ مرضي عند العائلة مثل أب أو أخ لازم بعد سن 40 كل 6 أشهر ينفحص مرة للتأكد أنه ما في سرطان بالبروستات، لأنه العلاج من يكون متقدم يختلف من ما يكون متأخر، لأنه النتائج تكون نتائج سيئة جدا عندما يكون المرض متقدم. طبعا أنا صار لي بالبلد أكثر من 20 سنة وواكبت كل التطورات اللي صارت في البلد من كل النواحي، النواحي العمرانية، النواحي الثقافية، كذلك من الانفراستراكشر، النواحي الطبية. كان أول ما اجينا كان يمكن مستشفى خاص واحد، الآن عشرات المستشفيات موجودة في البلد وخاصة في دبي، مستشفيات متطورة من ناحية كوادرها ومن ناحية الأجهزة الطبية، وأقدر أقول هي توازي المستشفيات اللي موجودة في أوروبا وقد تكون مرات أفضل، وهذا كله يرجع للأسس اللي وضعها المرحوم الشيخ زايد اللي بنى الاتحاد، وبعد خليفته الشيخ خليفة بن زايد الله يطول في عمره، وشيخ محمد بن راشد المكتوم اللي صنع من دبي مدينة ذكية عالمية ومتطورة، وأي واحد إذا يترك دبي 3 أشهر ويرجع يشوف فروقات كثيرة في كل النواحي. اسمي دكتور مروان الهاشمي، أنا طبيب أسنان أخصائي لبة الأسنان أو علاج العصب، ودرست في أمريكا الجنوبية وتخرجت من هناك، ثم عملت الماجستير في البلاد وتخرجت من جامعة الأوروبية في دبي. صراحة الفكرة أجت أيام وقت الكورونا، وقت الحجر، فيها ما كنا نشتغل، وطول الوقت أنا كان دائما عندي الهم أن يكون عندي عيادة لنفسي لكي أخدم مجتمعي، وبالذات هنا في هالمنطقة في دبي لاحظت، وهذا المنطقة منطقتي أنا اللي أنا أعيش فيها مع أهلي وأصحابي، رأيت أن لا يوجد أي عيادات كثيرة أو ذو جودة عالية، فقررت خلال الوقت الحجر ووقت الكورونا أن أفكر فيها وكيف أريد أن أعمل هذه العيادة لكي أخدم المجتمع وأعطيهم أعلى جودة من خبرتي كطبيب أسنان. الفكرة كانت في البيت، كنت دائما أفكر أن كيف أريد أن أبني العيادة، فبدأت المشروع من تخطيط للعيادة، أن كيف أريد أن
أضع الأقسام وما هو الأقسام اللي بحطهم في العيادة. منها الأسنان طبعاً لأن هذا خبرتي، ولكن رأيت أنه يمكن أحتاج أن أضع أقسام أخرى، فوضعت أيضاً عندنا أقسام الجلدية والتجميل وقسم العلاج الطبيعي والكايروبراكتي. وقت الجائحة رأيت في نفسي آلام في الظهر، آلام في العضلات، وحاولت أن أعالجها في عدة مناطق، ومن ثم لقيت الكايروبراكتر اللي تعاقدت معه الدكتور توماس، ورأيت منه نتيجة مذهلة، ومن هناك خذيت الفكرة أن أضع هذا أيضا كقسم عندي في العيادة. في عيادة الأسنان أو قسم الأسنان عدة تخصصات، منهم علاج العصب وتقويم الأسنان، ثم تيجان الجسور والأطفال، وطبعا لدينا الأخصائيين لكل هالأقسام في الأسنان. أما في الجلدية طبعا عندنا التجميلية، وهم اللي يكون عندنا طبيبة أسنان، طبيبة جلدية تي عندنا تختبر و تشوف المرضى، ثم تحركهم على الأقسام أو العيادات للعلاج، وثم آخر قسم عندنا اللي هو قسم العلاج الطبيعي والكايروبراكتي، فقسم بسيط جدا يكون عندنا كايروبراكتر واحد مع معالجي العلاج الطبيعي. رسالتي للقادة والحكومة رسالة شكر، ودائما دائما أريد أن أرفع رؤسائنا وقادتنا، لأننا في الأخير نشوفهم كأباء لنا، ونريد أن نرفع رأسهم أن نحن كإماراتيين قد المسؤولية. My name is Dr. Thomas Dawson. I'm a chiropractor. I'm an Australian. I'm an American trained Australian, and I'm the owner of the Health and Happiness Group here in the United Arab Emirates. We have three offices here. The locations of those offices are in Cluster F, Jumeirah Lake Towers, or JLT. We have another location in Dubai Healthcare City, in building 64, and we operate from the Doctors Clinic Diagnostic Center. And we have a third location where I am today, which is in Arjan, which is Al Barsha South, and we are operating here from the Onyx Medical Center. Chiropractic originated in the United States in the latter, the very late part of the 19th century. And it was begun by a group called the Palmer family, Daniel Palmer. I was privileged to attend the Palmer College of Chiropractic. And I attended the college in the 1990s, graduating in 1994. Chiropractic is a form of adjusting or changing the position of the bones of the spinal column, and also the other parts of the body, like the elbows and the shoulders and the hands and the feet, for the correction of misalignments. We call these misalignments subluxations. Subluxations affect the body in many ways,
They may just cause slight inflammation between the joints, or they could cause some discomfort. If they're in delicate areas like the upper neck or parts of the lower back, they can cause problems such as headaches. They can cause some low back pain, radiating pain, or pain that moves from the low back into the back of the legs or into the feet. It can also cause no symptoms, but be present for many, many years, and eventually the spine will begin to degenerate. So chiropractors are trained for minimum of 5 years at university level, and our training involves everything that a medical doctor would do really in the beginning, which is the study of anatomy and physiology and the basic sciences. But once we get past the third year of study, then we begin to diversify and we begin to study more about the articulations of the spine, and we study more the details of adjusting and what some might call a manipulation of the spine, a manipulation of the body. And that takes us a further 2, even 3 years sometimes of study to perfect those arts before we can begin practicing. So a chiropractor is in America, where I trained, is a full postgraduate degree. And when we graduate, we're qualified to work with children all the way through to the people in their elderly years and geriatrics. And there are very few conditions really that would exclude a person from being able to have chiropractic care. As long as the doctor is trained correctly and the correct techniques are applied, then it's a very safe and very effective way of addressing a lot of the problems that a person might have with their body. So I'll give you some examples of a typical kind of patient that would come to a chiropractor. So we would start with headaches, pain that moves from the neck, or pain that's in the neck and moves from the neck into the shoulders or into the arms. Pain that is associated also with problems with your ribs, perhaps, and pain that might radiate again or move around from the back to the front of your body here. Low back pain is a very common reason that people will come to see a chiropractor initially. And low back pain can fall into many, many categories, but the most common ones are your acute low back pain, where someone has performed a movement which has caused them to have inflammation in their low back. And if a misalignment exists between some of the vertebrae or the bones in their back, then a chiropractor is trained to identify where that problem is, and he or she is also trained to correct that problem. Now, when, as a typical patient, if you came to a chiropractor, يتجدد بكم اللقاء أعزائي المشاهدين الأسبوع القادم في برنامجكم برنامج لآلاء الاتحاد، البرنامج الذي يحكي قصص نجاح رجال الأعمال والمستثمرين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. دمتم في أمان الله. سبع أبد.